طيب هنعمل ايه بلفة جلاش؟ هنعمل صينية حلوة جدا، حلو وحادق، يعني من كل لفة جلاش هنعمل منها صنف حلو، ولفة جلاش تاني هنعمل منها صنف حادق. طيب تعالوا نبدأ ونسمي بالله ونشوف أول وصفة هنعملها ازاي وايه المكونات. وطبعا هنبدأ بالحادق الأول. معانا كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة، تقدري اختياري لو بربع كيلو تبدأي تعملي الوصفة بتاعتك. معانا بصل مفروم، ومعانا كمان التوابل، كل حاجة تبقى نازلة معانا على الشاشة دلوقتي. معانا سمنة ولحمة مفرومة، ومعانا موزاريلا، دي اختياري أنا بصراحة محبتش أحطه في الوصفة دي. وكمان معانا بيض عشان خاطر نساوي بيه الجلاش هو واللبن. ومعانا بصل مفروم، معانا التوابل بقى زي ما هنقول مع بعض دلوقتي، معانا فلفل أسود، ومعانا كمان قرفة، ومعانا كزبرة، ومعانا ملح، ومعانا كمان عيدان من الورق الروري، ومعانا حبهان، ومعانا مكعبين من مرق، ومعانا كمان زعتر، وده اختيار تحطيه او لا، ومعانا ثوم مفروم وجوز الطيب. تمام، اي خضار عايزه تضيفيه، عايزه تحطي فلفل الوان، عايزه تحطي كرفس، عايزه تحطي اي خضار تاني على الوصفه، اختياري حطي زي ما انت عايزه. بس انا عشان الحشوه تبقى خفيفه واعرف الف الجلاش بتاعي، ما بفضلش ان انا احط حاجات كتير من جوه، وفي نفس الوقت الطعم بيبقى خفيف وحلو. طيب حطينا الوجه بتاعنا على النار، تعالوا نبدا كده نشوف هنعمل ايه. هناخد معلقه، النهارده هنشتغل كل شغلنا بالسمنه مش بالزبده ولا بالزيت. تمام، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنعملها هنحط معلقه حلوه كده من السمنه، وهناخد اللحمه المفرومه بتاعتي، عايزه بس اخد معلقه. اول ما الوجه بتاعي بيسخن كويس قوي ادي الصدمه للحمه بتاعتي، ما بنزلش البصل الاول، لا انا عايزه ادي صدمه للحمه واشوحها كويس قوي وبعدين ابدا اضيف عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو زي ما انتم شايفين كده حبايبي في اللايف، شايفين اهو نشوح. يا خلود صباح الفل، ادوات عامله ايه يا سيدي؟ الحمد لله، انت عامله ايه يا قلبي؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله، انا بحبك قوي قوي والله. وانا بحبك جدا يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. قولي لي يا قلبي، ليكي اي سؤال؟ لا شكرا، كنت عايزه بس اسلم على حضرتك. حبيبه قلبي، اتفرجي على الوصفات النهارده هتعجبك. ايوه اكيد. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا ليكي يا قلبي، مع الف سلامه. طيب بنشوح كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين لحد ما تاخد كلها لون بني حلو اهو. نبدا بعد كده نضيف بقيه مكوناتنا عليها. اول حاجه نزلنا السمنه بتاعتي، وبعدين نزلنا اللحمه المفرومه، حطينا لها شويه فلفل اسود عشان لو في اي زفاره نتفاداها، وزي ما انتم شايفين كده بقى بدات تاخد اللون كله بني. نبدا بعد كده ننزل بقيه مكوناتنا. تمام كده، بسم الله. معايا بصلايه كبيره مفرومه، وعلى حسب الكميه بتاعتنا هنحط. تمام، ناخد كده البصلايه، بسم الله، ننزلها ونقلب تاني. انا عايزه البصل هنا يديني تسكيره وطعم حلو، مش عايزاه محمر ولا اي حاجه، يعني الهدف منه الطعم، مش ان احنا ناخد حاجه مقرمشه ولا حاجه فيها طعم التقليه، لا احنا عايزين طعم مسكر حلو اهو. طيب في المرحله دي واحنا بنشوح هنعمل ايه؟ هناخد فص الثوم، فص ثوم حلو كبير كده. تمام، ده بيديني طعم كده نفاس حلو قوي مع الوصفه، البصل مع الثوم بيخشوا مع بعض كده مع اللحمه بيدوا تست حلو قوي. هناخد معلقه كده من الفلفل الاسود حلوه، يعني معلقه ممسوحه، وشويه من القرفه، وكمان معلقه من الكزبره، الكزبره بتضيف طعم هايل للوصفه دي، وشويه من جوزه الطيب اهو. ومعايا هنا الورق الروري، هنحط كده اتنين واتنين حبهان، ويفضل ان احنا ما نزودش عشان خاطر نعرف نشيلهم من الوصفه. وهناخد كده شويه من الزعتر نحطهم ما بين ايدينا ونفركهم حلو قوي كده اهو، ونقلب الوصفه كلها مع بعضها. يا ام محمد، ازيك يا حبيبه قلبي؟ صباحك هنا وسعاده يا رب.
عليكي وعليا يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا الحمد لله والله حبيبه قلبي، وانا بحبك قد الدنيا. لحالك وحشه ما بين ايديكي، ومن نجاح لنجاح يا روح قلبي. حبيبتي تسلمي لي يا قلبي، ربنا يخليك. يخليكي، بس بالله عليكي نفسي تكلميني بعد الحلقه. طب سيبي لي رقمك روان، خدي رقمها بعد اذنك. لا عليكي، بالله عليكي تكلميني. حاضر من عيوني. حاضر يا حاجه، حاضر. انت تأمري يا امي، ربنا يخليكي يا رب. شكرا ليكي، خدي رقمها بعد اذنك يا روان. اهو شوحنا كويس قوي، شايفين احنا مشوحين ازاي؟ بصوا معايا في اللايف هنا على التيك توك، احنا متابعين بعض وبنعمل وصفات كلها مع بعض. تابعوني اهو، بيبقوا شايفين جزء من الوصفه وبيتمتعوا معايا ان هم بيبقوا معايا كده ايه، خطوه بخطوه. طيب هناخد واحده من مكعب المرق، وهناخد شويه ملح صغيرين جدا. تعالوا هنا، بسم الله اهو. طيب عايزين نقول للناس اللي في اللايف، عايزين تتفرجوا معانا، عايزين ناخد تليفوناتكم، تابعونا على قناه هي حالا دلوقتي هوا، وانا ارد على كل اسئلتكم، تبقوا معايا صوتكم معايا، واجاوب على كل حاجه انتوا عايزينها اهو. للناس اللي بتسال انا على قناه ايه، انا على قناه هي الساعه 2 هوا. بصوا بقى احلى تعصيجه في الدنيا، مفيش اطعم من كده اهو. تعالوا بقى نقلب كده تقليبه ونلم الجوانب كلها اهو، ونرفعها من على النار. خلاص كده اخدت السوا بتاعها، ونبدا نشتغل فيها وجاهزه ان احنا نشتغل. هلم كل التوابل اللي حواليا دي بقى، خلاص احنا اخدنا اللي احنا عايزينه. بصوا بقى اللحمه زي ما انتم شايفين معايا كده في الفلوك، ممكن معايا فلوك، السمنه بتاعتها ظهرت، يعني معناها كده ان مفيش سوائل نزلت من اللحمه، انها اخذت الصدمه بتاعتها صح، انها اخذت التسويه الصح بتاعتها. تمام، يبقى كده انت زي الفل، كل حاجه ماشيه زي الفل. هنرفعها من على النار، خلاص نسيبها تهدى كده لحد ما نشوف بقيه حاجتنا هنجهزها. عايزه بس اطفي ده اهو عشان النار ما تبقاش ايه عليه، نفضي حوالينا كده. بسم الله، ونبدا نجهز نلف الجلاش بتاعنا، نوسع كده دنيتنا. تعالوا انتوا هنا، هناخد انا جايبه 3 لفات، على حسب ما الصينيه بتاعتك بتاخد، على حسب كميه اللحمه اللي انت حطاها. لو انت حتى حاطه كميه ميكس جبن وعامله كده شويه خضار مع بعض وفرشتيهم، جيبي على قد ما انت عايزه واشتغلي زي ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. يفرد كده لفه الجلاش، لازم يبقى جنبك حاجه مغطياها. هنعمل كده، انا مش هسقي ولا سمنه ولا اي حاجه، انا هشتغل من غير اي حاجه، هوريكم ازاي. معانا مين؟ الو يا اميره. ازيك يا ست عزه؟ ازيك يا امير، وعامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، كله زي الفل الحمد لله، منوره الدنيا. اموريني. عايزه طريقه المكرونه البشاميل. عايزه طريقه المكرونه البشاميل، حاضر من عيوني. حاضر، عملناها ونعملها تاني عشان خاطر عيونك. ماشي ماشي، تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا ليكي، مع الف سلام. سلام. بصوا بقى الحشوه دي اختياري، ان احنا نرققها او نتخنها او نحط كميه كتير او قليل، نحاول الجوانب ما نبقاش مالينها عشان خاطر واحنا بنلف ما تبقاش فيها حاجه خارجه عن اللفه بتاعتنا. انا هجيب الصينيه، انا عايزه صواني اكبر لو في، اديني بقى كده عشان انا عايزه اعمل كذا واحده ونطلع معاكم. بسم الله، نلف كده، بناخد عدد 2 من الجلاش بنلف بيه، ما ناخدش اكتر من كده عشان ما تبقى سميكه قوي والطعم مش يبقى حلو اهو بالشكل ده. ونقوم لفين كده، بصوا بقى الزيوت اللي بتنزل دي عشان خاطر هي واخده كميه سمنه حلوه، ومع ذلك هنسقيها برضو. نلف كده ونقوم حاطينها جوه كده الصينيه، شايفين؟ هناخد كمان واحده اهو. حالا حالا انا هوريهم بس كده 2، وبعدين نقوم عاملين ايه، قايلين هنعمل ايه في الوصفه اللي بعديها. يلا بينا اهو، نفرد كده، ناخد 2 ونلف
نلف كده نعملها كويس، ما نسيبهاش مهوية عشان نعرف نلف بيها اهو بالشكل ده، ونقوم لفينها كده حركة دائرية كده لجوه، تقفل على بعضها. وبالجنب الأخير ده هتصفي، لازم تصفي منك السمنة الزيادة، تقومي قافلة بيها مزنوقة في أختها كده، يعني فاهمين، نزنقها في أختها كده عشان خاطر ما تفكش منك وانت بتسويها.